السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم وصفة فعالة إن شاء الله وبحول الله لتسريع الحمل عند النساء والرجال. فهذه الوصفة تعتبر علاج للعقم إن شاء الله. والمهم في هذه الوصفة أن الإنسان يعمل النية ديالو ويحضرها في صلاة تاعو ويطلب الله عز وجل في كل دعاء وصلاة، ويمشي عند الطبيب باش يعرف السبب ديال تأخر الإنجاب، لأنه ممكن تكون عدة أسباب عند الرجل كما عند المرأة. اللي كنعرفو عند الرجل أنه ممكن يكون عنده نقص في الحيوانات المنوية الذكورية، والمرأة كما أنه ممكن تكون عدة أسباب، والمرأة ممكن يكون عندها تكيس في المبيض اللي كنقولو له حنا أن كيست، ويمكن يكون عندها أن فيبرام وعدة أسباب، أو يمكن عندها يكون عندها نقص في البويضات. إذا الواحد يعرف أولا سبب لتأخر الحمل ديالو، عاد من بعد يعاون بوصفات طبيعية ويعاون بالدواء ديال الطبيب إلى كان متوفر. والوصفات الطبيعية هي إن شاء الله كتعاون، وهي مهمة جدا لأنها كتعاون فعلا بشكل سريع وفعال. أنا عدد من الناس جربوا هذه الوصفات الطبيعية، وهناك عدة من غير هذه، ولكن هذه فعالة 100%. أنا كنعرف بزاف ديال الناس استعملوها ولقاو عليها الحمد لله شفاء. وعلى بركة الله أنا غادي نقدم لكم مكونات رئيسية لهذه الوصفة، اللي هي طلع النخيل. هذا مكون أساسي، الوصفة ما كتمش من غيره. المكون الثاني هو العسل، عسل يكون عسل من نوع جيد. انا عندي عسل جبل هنايا. وعندي المكون الثالث اللي هو الحبه السوداء. غادي نتكلم لكم على كل مكون عن حده، ومن بعد غادي نعطيكم كيفيه الاستعمال وشحال المقادير ديال كل حاجه اللي خاص، وشحال كيلزمنا ديال المقاييس ديال كل مكون من هاد المكونات. بسم الله. اذا نعطيكم مقادير ديال كل مكون. نبدا بالحبه السوداء او حبه البركه. بالنسبه للحبه السوداء او حبه البركه كنحتاجوا 4 المعالق ديال القهوه، ملعقه تكون هذا الحجم، ملعقه صغيره اللي كنخوطوا بها القهوه او الشاي. وبالنسبه للحبه السوداء ممكن تخليوها على هذا الشكل حبيبات، او ممكن تحنوها الناس اللي ما كيقدروش يسرطوها هكا بسرعه، دونك بامكانهم يطحنوها تولي غبره، ديك الساعه كتكون سريعه الهضم. المكون الثاني اللي هو طلع النخيل، كنحتاجو 40 غرام ديال طلع النخيل. وكيما وريتكم دوك القريعات ديال القبيله كيكونوا ما معبورينش، اذا من الاحسن ناخذو ميزان ونعبروه باش نجيبو داكشي بالتدقيق. وثالث مكون اللي هو العسل. العسل خص يكون من نوع جيد، اي نوع العسل ممكن تستعملوه، والمهم هو يكون ذو جوده ممتازه. نجنبوا العسل ديال السكر، اي العسل اللي كنصنعوه في الدار عن طريق او بواسطه السكر، او العسل اللي كيكون من صنع معامل. احنا المهم عندنا يكون العسل من صنع النحل، يكون طبيعي ويكون الشكل ديالو كما بغى يكون، المهم تكون الجوده ديالو مزيانه. اذا كل حاجه احنا في هذه الوصفه كنستعملوا الحاجه الطبيعيه لا غير، ولينجح الوصفه 100%. حيت اذا استعملنا شي مكون اللي هو الجوده ديالو ضئيله وماشي مزيانه، الوصفه ديالنا ما غاديش تنجح بطبيعه الحال. اللي كنقولوا على العسل كنقولوا كذلك على الحبه السوداء، حيت الحبه السوداء او حبه البركه فيها انواع كثيره، وكما كنعرفوا ماشي كامله مزيانه، خصنا نحتاجوا او نستعملوا نوع ممتاز ديال الحبه السوداء اللي غادي يعطينا نتيجه فعاله باذن الله. اذا بسم الله على بركه الله، غناخذ اناء بهذا الحجم هذا اللي غادي نخوطوا فيه كاع العناصر ديالي. غادي نبدا بالعسل ان شاء الله، قلنا 500 غرام ديال العسل نخويها كامله في هذا الاناء هذا، حيت العناصر خصني نخلطها وتندمج كامله مع بعضياتها. عاد من بعد في الاخير فاش غادي نخلطها وبعد الاندماج غادي نردها لهاد القراعي هادو، ونجنب نعملها في قراعي بلاستيكيه، خصنا نردها
قنينات او قراعي زجاجيه هي اللي كتحافظ لنا على الجوده ديال الاشياء ديالنا، حيت البلاستيك المواد اللي كنصايبو منها للاسف البلاستيك مواد غير جيده، غير الا كان داك البلاستيك من النوع الممتاز اللي كيكون شويه غالي، هذاك علاش اللي مالا. ولكن داك البلاستيك ديال الباد جام، داك البلاستيك اللي ما عندوش جوده مزيانه، الواحد يتجنبه. من بعد كناخذ 4 المعالق بهذا الحجم هذا ديال الحبه السوداء، واحد يكونوا عامرين على هذا الشكل هذا، جوج، ثلاثة، وهذه هي الرابعة والأخيرة. كنحرك باش كتندمج ليا هاد الحبة السوداء مع العسل. من بعد كنجيب 40 غرام ديال طلع النخيل، وكنضيفو شويه بشويه باش ما يطايرش، باش فاش نكون كندمجو بحال شكل ديال الفرينه، فاش كنضيفوها في دقه واحده كتبقى طاير. اذا نضيف شويه بشويه ونحاول نمزج حتى يدخل هاد طلع النخيل في هاد العسل هذا. انا هاد المكونات عطيتهم لكم على حساب 500 غرام ديال العسل، يمكنكم ديروا 250 غرام ديال العسل وديروا 20 غرام ديال طلع النخيل مع 2 معالق ديال القهوه ديال الحبه السوداء. ولكن بيسكو هاد الوصفه هذه غنحتاجوها لواحد المده طويله، انا كنحاول نخلط كميه اكبر حيت هاد الوصفه هذه خصنا نتبعوها واحد المده شويه طويله، الى ان شاء الله تكون واحد النتيجه بحول الله. ماشي نديروها نهار ولا يومين ونحبسو، خصنا نداوموها حتى يوقع الحمل ان شاء الله. كما كتشوفوا الشكل ديال السلزالي تغير ولا حلقه ولا واحد اللون ديالو، ما بقاش داك السل الاسود، ولا بحال غادي كيولي لنا دوغي ولا تغير اللون ديالو بشكل نهائي. اذا كنزيدو شويه ديال طلع النخيل وكنعاودو نحركو حتى هذا فاش كنهزو الملعقه بحال هكا كنشوفو بان هذا العسل بدا كيختار، ما بقاش جاري كما كان، غادي وكتغير لا تيكستور ديالو. اذا كنحركو على هذا الشكل هذا باش تندمج ليا العناصر مزيان. فوالا، وهاد طلع النخيل كيطاير، لذلك كنحاولو نخلطو بشويه باش ما يطاير لناش، حيت فاش كيطاير كيضيع، دونك نحاولو نخلطو بشوية بشوية باش يندمج لينا. فوالا، نزيدو هادشي لخر اللي بقى. اذا وصلنا لاخر ديال الفيديو، النتيجه هي هذه، اللون ولا بحال الذهبي ولا خاتر بحال هكا، مابقاش داك العسل اللي جاري ولا التكستور ديالو بحال هكا. وباش نحافظوا عليها كنصبروا هذا الشيء في قراعي، كنردوا في القرعه ديال العسل النيت، كنبدوهم في قراعي زجاجيه، نجنبوا البلاستيك من الاحسن. وبالنسبه لطريقه الاستعمال، بالنسبه للرجل كياخذ معلقه ديال القهوه كل صباح على الريق، كل صباح على الريق لمده طويله الى ان يحدث الحمل ان شاء الله بحول الله. ما يقطعش باسكو
الغرض هو إحدى الحمل، إذا ما خصناش نقطعوا هذه الوصفة. بالنسبة للمرأة كتاخد نفس الملعقة اللي كياخدها الرجل، ملعقة ديال القهوة حتى هي على الريق، وكتاخدها من نهار الأول ديال الدورة الشهرية إلى نهار 14، بعكس الرجل اللي غادي ياخدها ديما، غادي ياخدها بصفة منتظمة وكل نهار المرأة من نهار الأول ديال الدورة الشهرية إلى نهار 14. وهاد الوصفة كنستعملوها حتى كيحدث الحمل إن شاء الله. الإنسان المهم هو يداوم عليها ويعمل النية ديالو ويطلب الله سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى كيجيب الشفاء لكل داء. وشكرا على التتبع ديالكم، ومع السلامة.